طيب في الموضوع ده، لانه كمان في القناه مصممين يقدموك كرئيس شركه كره القدم بالنادي الاهلي زي التايتل ما مكتوب، فدي فرصه ان انا اسالك بقى كرئيس شركه كوره اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي في الكوره؟ لا في البرنامج. لا احنا كشركه كوره نحن ناخد الامور بتاعه الكوره، نحاول نشتغل بيها بالشكل الاحترافي اللي هو موجود على مستوى العالم. وده مساله بالنسبه لي مش صعبه قوي. ليه؟ لان الاهلي تقريبا هو بياخذ بالاسباب دي بقاله مده، بس ايه بنطورها بقى. يعني الفتره الجايه يعني ربنا سهل لما نخلص حاجه نعلنها يشعروا بشيء من التغيير يعني. كره القدم عمادها الاقتصاد يا ابراهيم. اذا كانت شركه الكوره موجوده عشان جوانب فنيه واستكمال جوانب فنيه، مش هتقدر تعمل ده الا بدعم الجوانب الاقتصاديه وتطويرها طبعا، والبحث عن وسائل جديده باشكال جديده ومخرجات جديده تبتدي بقى تقربك شويه بشويه. ونرجو ان النظام العام في مصر يسمح لنا بكده. لكن كمان انت كل سنه اللوائح بتتغير، واللوائح المسابقات الناشئين بتتغير، بنهدر ثروات كتير ما احنا يعني ما مش عارفين نستفيد منها. فخلينا يعني لما نخلص حاجه نعلنها. بدأت الشركه هي اللي تكون مختصه بعقود رعايه الكوره مش كده؟ لا، ما هي اتنقلت لها الحاجات دي، بس احنا قبل ما نيجي كان في حاجات ابتدت، ما كانتش الشركه يعني بدأت انها تهندل الموضوع ده. لكن مثلا الموضوع بتاع ليبتو الاخراني، ما هو ابتدى في الشركه وانتهى يعني من اي تو زد يعني. وهناك مسائل اخرى، والمجلس مشكورا حول كل الرعايه فيما هو قادم الى الشركه يعني. ده كلام مهم جدا. المنتخب الوطني سافر لل العين الاماراتيه عشان المعسكر بتاعه. العلاقه بين المنتخب والانديه محتاجه في الفتره الجايه يكون فيها اهتمام احسن من كده شويه. بص، من كتر ما بنتكلم فيها بناخدها بشكل شخصي. الثوابت زي ما قلت لحضرتك، وحضرتك هتثبت معايا على هذا الكلام اكتر من مره. اذا هناك ماتشات وديه للطرفين، الاولويه لمين؟ المنتخب. طب لو الماتشات رسميه للاثنين، الاولويه لمين؟ للمنتخب. طب لو حد عنده ودي والتاني عنده رسمي، الاولويه لمين؟ للرسمي. للرسمي. والأولوية مش معناها إن على حساب التاني. بالظبط. المنتخب بيبقى عنده فرصة يجرب عناصر جديدة. أيوه. ويجرب ماذا لو كان ينقصه هذه العناصر. أيوه. يعني اللي شايفينه متضايقين من تجربة تونس، لا، هي كانت تجربة مفيدة رغم قسوتها. أيوه. لأنك أظهرت لك إنك لا، ابتدي اشتغل في الحتة دي بطريقة مختلفة. حتة الدفاع دي. فاهمني؟ أيوه. لهذا جعلت الماتشات الودية، وجعلت فترات التدريب والمعسكرات التدريب. لكن عايز مناقشه اللي بيناقش الاولويه للمنتخب. طبعا الاسيست بتاع احمد كوكا امبارح متهيالي فواك من دور البرد. احمد بيتطور. واحمد بيأكد فراسه ونظره كل المدربين اللي جم واحتفظوا بيه وخلوه معاهم في الدرجه الاولى، ما نزلش. يعني احمد من ساعه ما اتصعد تقريبا ما نزلش. ابتدى باكليفت، جربوه باكليفت وعمل ماتشات كويسه. ايوه. بعدين ابتدى يتجرب في اكثر من مكان، وتم الاستقرار بينافس عناصر دوليه في مكانه. ايوه. والنهارده المنتخب بيتنبه الى انه يعني يقدر يجربه ويستفيد منه. وهو انا ده بقى مسؤوليه اللاعب ناحيه نفسه وناحيه ناديه وناحيه انه يكون يعني ملتزم وجاد مع الفرص اللي بياخدها. ورساله لبقيه الناشئين اللي بياخدوا فرصه كله يثبت بقى ان هو جدير بيها. ما فيش بص، الكوره وسطتها الوحيده انك انت حد يطلعك المسرح. ايوه. بس لو طلعت المسرح بقى ما تقولش للناس سقفوا لي غصب عنكم. ده شغلك انت. غني انت وعلى بقى. على فكره على فكره المساله مش فنيه بس. طبعا ده طول ما انت انسان ملتزم. صحيح. ومنضبط وزمايلك بتحبك هتحاول تنجحك. طول ما انت بتتصرف بشكل فردي او متعالي، الناس ممكن بعد شويه تتضايق منك، مش هتساعدك.
محدش بينجح لوحده يا استاذ ابراهيم. اكيد كلمه السر في التيم وورك، العمل الجماعي. صحيح. والاهلي بقى هو صاحب المدرسه دي. صحيح. طبعا انت مش ما بتتابعش ماتش الباسكت دلوقتي، مستني بس حد يبلغك بالنتيجه. لا بقى الباسكت النهارده طبعا ده اهم ماتش، ده هو ده الفاينل. ان شاء الله نبلغك بالنتيجه وتطمن عليها. بس احنا كمان اطمنا على حالتك وعلى صوتك، عشان كده منتظرينك يوم الخميس. المأزق بتاع النادي الاهلي ان كل خطوه بخطوه لقدام ما بقتش حد طايق انها ترجع. يعني دلوقتي عايز تكسب في الهاندبول، وعايز في الباسكت، وعايز في الفولي، وعايز طبعا في الكوره. ايوه. وعايز العلامه الكامله، مش عايز بطوله تقع منك، ده انت مش عايز حد طايق يقع منك. ايوه. فالمعايير بقت صعبه. ولذلك يعني رجائي من الجماهير عايزين ننزل نقف على ارض الواقع شويه، ان الكوره في العالم كله ما فيهاش المعيار المطلق ده. يعني مش مطلوب المثاليه في كل لحظه. هنحاول وبنحاول، واعتقد ان الاهلي كان جادا جدا والناس شافت هذا الكلام في انه يبني الفرقه دي خلال السنتين اللي فاتوا بالشكل المتدرج الجميل ده. تفتكر علشان كده يا باشمهندس مارسيل كولر امبارح الجمله اللي قالها في المؤتمر الصحفي انه النتيجه لا تعبر حقيقه عن سير المباراه، ده كان فيها انصاف للاسماعيلي ولا هو كان شايف ايه؟ لكن واقعيه وبينبه فرقته في نفس الوقت وبيحترم المنافس. لان هو بيقول لك وانا مش بلعب لوحدي. ايوه. لازم تفهموا انه في منافس. بالظبط. المنافس ده جايب اهداف وباسلوب وبيحاول يفرض نفسه، احيانا ينجح واحيانا احنا ما نسمحلوش. ايوه. فلما يحصل يبقى نبقى نشكر ربنا ان عملنا ماتش برضه حلو وكتبنا بجداره، لكن في نفس الوقت لا نبخس حق الاخر، وفي نفس الوقت ندق ناقوس بيقول لنا الله هو احنا ليه تعرضنا بكذا كوره، ثلاث اربع كرات ما لهمش لازمه. هو بيفوق فرقته وراجل واقعي، وانا بيعجبني فيه الكلام ده يعني. صحيح صحيح. باشمهندس سعداء بالاطمئنان عليك، وفي انتظارك في حلقه الخميس ان شاء الله. تحياتي وكل التوفيق ليك ولضيوفك. سامع ان معاك هيبقى الاوسي والاتريبي. طيب اتنين عتاوله هم جامدين يعني طبعا. ما يغنوناش عنك ابدا، ونطمن عليك لا. وتشرفنا يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا للمهندس عادل القيعي، واعتقد حضراتكم اطمنتوا بنفسيكم على حالته الحمد لله. دور برد كان خفيف، لكن زي ما قلت لكم هو عايز يطمن اكتر، فان شاء الله يكون موجود معانا في حلقه الخميس.